عندما ننتظر حقائبنا في المطارات فإنها تأتينا من خلال حزام سيار مخصص لها، لكن تخيلوا لو وضعنا هذا الحزام لغرض نقل البضائع بين المدن. قصتنا اليوم يا سادة عن مشروع ياباني يسمى Auto Flow Road لنقل بضائع الشحن بين المدن اليابانية بطريقة مبتكرة. هذا المشروع عبارة عن شبكة أحزمة نقل آلية متطورة تهدف إلى ربط طوكيو بأوساكا عبر مسار آلي يمتد لنحو 500 كيلومتر. هذه الأحزمة ستكون ذات سعة عالية وتنقل ما يصل إلى طن من البضائع لكل منصة، مما يعزز كفاءة حركة الشحن. وستصمم لتستغل أقصى قدر من المساحة على الطرق من خلال استخدام أكتاف الطرق السريعة والجزر المركزية وحتى الأنفاق، مع توفير تدابير الأمان وأنظمة الإنذار والصيانة الضرورية، مع دراسة الآثار المحتملة لهذا النظام على حركة المرور العامة والتكاليف المترتبة. وهذا النظام الآلي المبتكر هو وليد أزمة النقص الحاد في سائقي التوصيل، فالمناطق الشمالية الشرقية والجنوبية في البلاد هي الأكثر تأثراً بنقص قد يصل إلى 41%. المشروع قد يحل محل عمل 25,000 سائق يومياً في اليابان، مما يضمن حركة البضائع بكفاءة واستمرارية. فما رأيكم؟ هل يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تحل مشكلات النقل واللوجستيات الكبيرة التي تواجهها اليابان؟